الام علي بالكراميل زي ما قلنا، والمقادير بسيطه جدا. ام علي من الحاجات السهله وبسيطه جدا، حاجات بس تتحط على بعض، ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص. ولكن هنحط لها تكه الكراميل اللي لازم تبقوا عارفينها، لان الكراميل من الوصفات اللي بنستخدمها في حاجات كتيره قوي، هتفيدكم في حاجات كتيره قوي، فاللي مش عارفها لسه يحفظها بقى المره دي. ماشي، يلا بينا. معانا 4 كرواسون محمص. طبعا هو عامه الام علي بتتعمل زي حاجه عجينه باف بيستري معينه بتتباع، ولكن اللي مش عنده يقدر يتصرف بالكرواسون المحمص. كرواسون بنجيبه نفتته ونحمصه شويه، هيدينا نتيجه قريبه جدا. طيب عندنا بعد كده لتر لبن وعلبتين قشطه، كوبايه مكسرات، نص كوبايه زبيب، نص كوبايه جوز هند، ومعلقه كبيره سمنه. معانا للكراميل بقى كوبايه ونص سكر، 3/4 كوبايه كريمه لباني، وربع كوبايه زبده. حتى ممكن تجهزوها تحطوها في الثلاجه تبقى معاكوا على طول، وتسخنوها حسب الاحتياج. طيب انا اول حاجه هعمل كراميل، هحط السكر اهو على النار، بس هحط السكر يتحط على النار بس ركز معايا. هنحط بقى كمان الحليب على النار عشان يغلي معانا. وهنزل مع الحليب ايه بقى؟ هنزل القشطه. هنسيب شويه عشان الواجهه بتاعت الوش بتاعت الايه؟ الطاجن. تمام، هنقلب بقى كله كده علشان يبقى متجانس معانا. المهم انا هتكلم برضو في النقط دي، يمكن مش من الحاجات اللي كتير بيتكلموا فيها، بس انا حابه اتكلم فيها. يا جماعه لو عندكم حله من الحلل اللي هي بتبقى غامقه كده، بلاش تستخدموا فيها اي حاجه ستانلس، هتجرح، الحاجه مش هتعيش معاكم كتير. لازم يبقى حاجه تجيبوها تكون كده فيها سيليكون، تمام، بتتباع، هي دي اللي تستخدموها. اوعوا ستانلس بيقلل من عمر اي حله معاكم، مهما كان نوعها حلو ما بتستحملش كتير، وهتلاقوا طبقاتها اتجرحت. تمام، فمهمه جدا جدا النقطه دي. تمام، الطبيعي بقى احنا بنحط هنا سكر. انا مش هحط هنا سكر، انا هحط شويه كراميل كمان شويه من الكراميل اللي بنعمله، فبديل هيدينا طعم الكراميل بقى، مش هيدينا طعم السكر. ده هنسيبه يغلي، وده بقى نركز بس مجرد ايه ما يبتدي بقى يسيح معايا ان انا اقعد اقلب فيه علشان ما يتحرقش مني، بس كده خلاص نطفي عليه. انا بحب احط فيه بقى شويه جوز هند كده، بتدينا النكهه الحلوه. جوز هند بيدي طعم كده جانبي كده خلفي كده، كده بيظبط كده الطعم كده، عارفين. للي مش بيحبوا يحط معلقه واحده بس، ما يحطش كتير. وهنا زي ما احنا شايفين الكراميل ابتدى اهو يسيح، هو بس الحله غامقه معانا فمش شايفين اللون. مهم ان اللون ما يبقاش غامق قوي معانا، مهم التكه دي، عشان لو غمق يبقى الطعم مر. وبلاش اطفال معاكم في المطبخ. تعالى انت بقى هنا، انا طفيتك بس برضو ايه. معانا صف خلص معانا، هننزل بقى عليه الزبده. نخلي بالنا قوي في التكه دي بقى، عشان ايه؟ زي ما قلت خطر خطر خطر، واطفال معاك وخطر جدا، مش عايزه اقول لكم خطورتها، اوعوا، خطر ليكوا وليهم. وننزل بالكريمه واحده واحده بقى، ده يكون ايه ده معانا اهو، نغطي وننزل بقى بالكريمه واحده واحده. بصوا بيعمل ازاي، فعشان كده بنزل واحده واحده، بيقفش عشان كده واحده واحده. واحده واحده ونقلب لحد ما ننزل الكميه كلها. لو كريمه مش ظابطه والزبده كتير، هتلاقوا الزبده ايه فصلت عن السكر وبقت ايه فاصله عنها، لازم يبقوا المقادير مظبوطه. افتكروا بس نزلوا البسبوسه يا جماعه برضو، عشان شكرا، البسبوسه الطريه من على ايه
موقع بتاعي. ماشي، انتوا عارفين طبعا ان انا عندي موقع بقالي سنين، يعني للناس اللي بتدور على الوصفات تقدر تلاقيها بسهوله على جوجل، اكتبوا الوصفه واسمي بس جنبها تظهر لكم على طول من على الموقع. احنا كده الكراميل خلص، نحطه بقى على جنب كده عشان ايه، مش عايزاه بقى يغلي اكتر. ده كده جاهز، هعمل ايه بقى؟ نركز، يلا بينا. قلتوا ايه يا حبايبي؟ في حد قال حاجه؟ معانا تليفون. بصوا بقى هاخد ازاي من الكراميل، شايفين اهو، ونحط فين؟ هنحط هنا في الخليط اللبن والقشطه اللي احنا عاملينه عشان يدينا طعم الكراميل بقى. بصوا بقى احنا اول حاجه هنعمل ايه، هنحط بقى كل ده هنا. انتوا بتدهنوا طبعا بالسمنه الاول تحت، ماشي، نعمل خطوه السمنه الاول، تمام، وبعد كده بتحطوا شويه، وهنزل لكم البسبوسه على الشاشه عشان ايه تقدروا تكتبوها او تصوروها بقى. ماشي خلاص، انا مش بملى بس قوي علشان ايه ابقى برضو. ونحط بقى شويه المكسرات كده، نفرقها بقى حلو كده. وبعد كده ممكن تزينه بشويه وزبيب، وكله اختياري زي ما تحب. خلاص نجيب بقى كده الحلة هنا نقربها عشان نقدر بقى. بصوا هنعمل ايه، انا ممكن اخد شوية الاول من الكراميل كده، ناخد شوية من الكراميل وننزل زي ما احنا شايفين، اصب شوية من الكراميل، فشوية هيتشربوا بالكراميل بس، فلما هيتشربوا بالكراميل بس مش هياخدوا خلاص عليهم لبن، يعني مش هيشربوا لبن، هيبقى شويه طعمهم بكراميل وشويه عليهم بقى اللبن. نروح بقى نحط اللبن عليه كده، نصب بقى، نفضل نصب 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 لغايه ما نعبي كله. وهي طبعا هتبقى لونها اغمق من العادي. طبعا اللي انا عايزه اعمله هو ان انا اخد الحله كده احسن وننزل كده. يلا بصوا غنية ازاي، هي كمان بالكراميل طعمها خطير. تسلموا يا رب، شكرا شكرا شكرا. تمام، بعد كده بقى هنحط عليها، هطلع بس قدام سنة، نحط عليها بقى باقي القشطة كده، شايفين، نحط باقي القشطة على الوش كده. ودلوقتي بقى تشوفوا بقى بقيه المقادير بتاعه البسبوسه الطريه. يلا بينا، معاكي على الشاشه وانتي عارفه الخطوات، اعمليها بقى ان شاء الله، واللي مش عارف الخطوات زي ما قلت يقدر يشوفه على يوتيوب او على مكتوبه برضو على الموقع. بس كده دي هتخش الفرن لغايه ما تاخد لون بقى على الوش، على 180 درجة تقريبا لمدة تلت ساعة. بقية الكراميل المتبقي معاكم زيادة، طبعا انتوا مش هتبقوا عايزين تحطوا كله بقى دلوقتي، بقية الكراميل المتبقي معاكم مبدئيا لما تخرج من الفرن خلاص تقدروا برضو رشة بسيطة جدا، لما تخرج من الفرن رشة بسيطة جدا على الوش، هتكون كمان ايه يعني الكراميل مسك نفسه شويه في الاخر عند التقديم، هيبقى شكلها كده. بصوا تعالوا نبص مع بعض شكل التقديم بقى رائع ازاي، بتلمع كده من الكراميل. اللي هيتبقى معاكم الكراميل تشيلوه في برطمان في الثلاجه وتقدروا تستخدموه عادي جدا، خلاص بيبقى زي التوفي بعد كده. بس جميل جمال ملوش مثال، ايه رايكم؟ تسلمولي حبايبي. بس واحنا بقى كمان شويه هننزل بقى، انا عايز نفسي احطها لكم قدام بس هي سخنه الحقيقه، انا خايفه امسك حاجه غلط تقع مني، بلاش خلينا كده احسن. خلاص احنا كده، ايوه بالظبط كده اهي، خلاص دي كده طبعا هتخش الفرن
والمكسرات والكراميل في الاخر بقى، مش بيتحط من دلوقتي عشان ما يتلسعوش. دي بعد ما طلعت من الفرن بقى بتروحوا رشين بقى الكراميل والمكسرات. ومش عايزه اقول لكم بقى، يا نهار ابيض بقى، حاجه جامده جدا جدا فظيعه. ايه انا اسفه والله، انا يعني انا بحب الاكل انا كمان يعني، وبضعف باكل، بس ناكل ايه ماشي بس كده. هينزل لكم بقى صفحه القناه علشان تشوفوا الصفحه اللي تبعتوا عليها صوره التطبيق للوصفه اللي انتوا عملتوها، زي ما انتوا شايفين اهو، تعملوا الوصفه وتصوروها، ويا ريت تصوروا نفسكم مع الوصفه وتبعتوها على قناه هي، علشان يا هنعرضها على الشاشه واللي هيكسب معانا يجي كمان هنا معايا هنا يعمل الوصفه. ايه رايكم؟ يلا مستنياكم. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض. معانا ستايليست بقى هتشرح لنا الحاجات اللي عندنا في الدولاب اللي خلاص ادمت، اللي مش عارفين نعيد صياغتها تاني، اللي عايزين نلبسها بس مش عارفين نحط ايه على ايه ولا نجيب ايه على ايه. كل ده ان شاء الله بعد الفاصل، تابعونا.